السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم جبت لكم طبق البوزلوف في الكوشة أو في الفرن كما راكم تلاحظوا، بصوص رائعة وبطريقة لذيذة جداً. نتمنى أنه تنال الوصفة إعجابكم. قبل ما تشاهدوا الفيديو، نتمنى منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضغطوا على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد فيما يخص وصفاتي في القناة. نبدأ على بركة الله بتحضير الوصفة. المكونات: عندنا حبة بصل مقطعة، عندنا 4 فصوص أو 5 فصوص من الثوم، كركم، فلفل أسود، كمون، ملح وفلفل أحمر حار، كركم والثوم مجفف. نضع البوزلوف في قدر من كوكوت أو قدر، ونضيف له المكونات المجهزة سابقا مع التوابل. نضيف كمية من الماء أيضا، حوالي لتر من الماء، ونغلق على الكوكوت، نتركها تطهي لأن يستوي البوزلوف. هنا من بعد ما طاب البوزلوف نحيوه من الكوكوت ونحطوه في مولات كما راكم تشاهدوا. نزيدو نحطو عليه شويه من لاصوص هذيك اللي بقات لنا في لاكوكوت باش ندخلوه الفرن. وقبل ما ندخلوه الفرن نوجدو لاصوص اللي راح ندهنوه بها. هنا لي زيبيس اللي استعملناهم سابقا نعاودو نحطوهم في اناء ونضيفو عليه ملعقه من لاموطارد ونخلطو ونزيدو شويه من لاصوص هذيك اللي بقات لنا من بوزلوف ونخلطو جميع المكونات مع بعض. تحصلوا على هذا الخليط. هذا الخليط راح ندهنوا به البوزلوف من الفوق باش ندخلوه للفور باش يتحمر. هنا من بعد ما دهنا البوزلوف بلاصوص هذيك حكموا بانسو ودهنوا به، ولا حبيتوه يجيكم مقرمش زيدوا شويه دهان. هذا الشكل النهائي للبوزلوف كما تشاهدون، واحد البنه واحد الطعم لا يقاوم. اللي ما يحبوش البوزلوف انا متاكده انه بهذه الطريقه راح يولوا يعشقوا في البوزلوف. وصلنا لنهايه لهذا الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. ما تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتضغطوا لي على زر الاعجاب. نلتقي ان شاء الله في وصفه اخرى. اللي عنده اي تعليقات او اقتراحات يخليها لي في التعليقات، وإن شاء الله راح نرد عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.